السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دخول إعلام في شخص من عمال الهندية فاتح محل خضروات مع جميع الخضرة ومسوي عليها خصومات، يعني فرق عن قبل، خصومات ناسبك إن شاء الله. فجلس معه الحين وخبرته ولازم يسوي خصم لكم أنتم، فعنده أشياء جميلة وتفيد كل واحد، حتى في أشياء قيمتهن مناسبة جدا جدا. هذه الموقع، هذه المحل، موقع وين؟ مقابل الوكالات اللي هو كان ايزوزو، وطبعا وين مكانها؟ بنك مزغلة اللي بنا دول، جنب المفروشات، جنب بنك صحار. هذه المحل، محل كبير وفيه من كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ندخل وما نخبركم هيش اللي معه. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ما نبدأ قبل ما نبدأ بهذه الأسعار. كل هذه، كل شيء معه مخلي فيه أسعار. شوفوا استيكرات، استيكرات في كل مكان، مع استيكرات مرة ومنقص أسعاره، يعني بشيء أنه يفيدك إن شاء الله. عندك هذه يواني البصل على ريال 900، أول كان سعرها غير والحين أنقص. عندك الناب نفس الحاجة، الأحجام صغار، أول كان غير والحين كم؟ 750 بيسة. عندك الثوم بكم؟ بريال و400 بيسة يونت الثوم، حلو ماسته. عندك البيض، البيض بانواع احجام، عنده بيض متوسط شوفوا، وعنده حجم صغير شوفوا كيف، وعنده اصغر منك بعده، يعني يطيح بعد يكسر مر شوفوا، وعند الحجم صغير. كل شيء بسعره 1500 بيسة، وهني بريال و500 كل بيض بنوع هندي، وابقى انواع عند البيض. شوف مع هني كل شيء بسعره، تعال ادخل المحل وفي اسعار ذا ما بالاسعار قبلي، يمكن قبل توقع بريالين والحين ريال 600. الغايه عنده تخفيض مناسب خفيف، ما منه تخفيض اللي هناك. تعال عنده الحين هني عند انواع الماي، هذه الكرتون كامل بكم؟ 700 بيسه. شوف الكرتون الماي الحبه الكبيره ب 700 بيسه. عندك هذه الكرتون نفس الحاجه بكم؟ 700 بيسه. عندك هذا النوع 700 بيسه. زين تعال هني عندك هذه السح المطحونة والمهروس، هذه قيمتها 700 بيسة. عندك السح هذه 4 كيلو بريالين 800 بيسة. عندها أنواع البرتقال، أنا بصور لكم المحل واللي موجود فيه بأسعاره. عندك سنترة، وعندك هذه أظني فيه 48 حبة، إن 60 حبة، إن كم؟ ب 3200 بيسة، نفس الحاجة فيه تخفيض. عندك أبو سرة نفس الحاجة فيه تخفيض، كل شيء وبسعره كامل. والشيء والاهم والاساس من بعد هذه المقطع، بس انت ركز معي زين، خليك معي الحين. الحين شوف معه ال 3 كيلو بريال، اللي هو من كل نوع اللي تباه، يوزن لك 3 كيلو بريال واحد. نقي جميع الخضر اللي تباهن هني كلهن، ايش تبا؟ 3 كيلو بريال واحد. ايش تبا غير هذه؟ حلوه تناسب كل بيت يوميا، يوميا 3 كيلو بريال واحد. عندك الكيلو طماط، عندك الطماط، الطماط هذه الكيلو، هذه طبعا كيلو، الكيلو 100 بيسه، خذ معه طماط، تعال هني وخذ معه الكيلو 100 بيسه فقط، تفضل. هين بتلقى الاسعار يا بلا. عندك هني الموز الهندي والموز الفلبيني بكم؟ ب 650 بيسه. وعندك الموز الهندي بكم؟ ب 475 بيسه. عنده اشياء تناسبكم ان شاء الله، والكل يستفيد منه باذن الله. انزين تعال هني، تعال في هذه السله، هذه السله كم حبيبي؟ هذا ريالين، هذا ريالين، ريالين حاط فيها جميع الخضروات او الفواكه. عنده هذه النوع، هذه ايش اسمها؟ هذه مستعفذ، هذه طبعا كم؟ هذه بريال و100 طبعا، اللي هني تشوفوه اكثره في تخفيض. عنده هذه صحن، هذه صحن كم؟ هذه بريال ونص، صحن صغير نفس الحاجه، منوع من كل شيء. وهذا كم؟ 300 بيسه. وذي خضره مقصص صغيره ب 300 بيسه، يعني عنده انواع الخضره او الفواكه بكل شيء بسعره، كلهن فيهن تخفيض. بعد مره ثانيه برجع للموقع اللي يدخل هني لمده 4 ايام، تعال هني واستفيد. ولما ما خبرتكم ركزوا هني، 3 كيلو بريال، والطماط الكيلو بريال، وكرتون الطماط طبعا هذا الكرتون كامل كم؟ 700 بيسه ولا 600 بيسه؟ 600 بيسه، تاخذ كرتون كامل ب 600 بيسه. نقي الطماط اللي يريح خالص. عنده تفاح ايراني صغير،
عنده انواع واشكال، وعنده تفاح لبناني نفس الحاجه كبير، كرتون كبير، هذه كرتون كبير وهذا كرتون صغير. عنده الله يسلمك، عنده هذا التفاح، ايش منو هذه؟ هذا رويل غلا. ايش؟ رويل غلا. هذه مغلا. زين، وهذه شو؟ اخضر. اي تفاح اخضر. هذا كم؟ كرتون كامل. كرتون كامل 9 ريال 600. هذه كرتون كامل كبير ب 9 ريالات 600 بس. بغاي عنده نقي واختار. عنده المانجو، هذا كم مانجو؟ هذا مال افريقي. عنده افريقي وعنده طبعا يمني. يمني مسعر هناك موجود باسعاره، كل شيء باسعاره. عنده الغاية، تعال وخذ معه. عندك الحين اللي هم اصحاب الاعراس واصحاب اللي جايينهم مولود. سوينا لكم سعر وان شاء الله اني اضبطكم فيه باذن الله. صبروا شوي وبخبركم به. عندك الحين المعرس جديد واللي بياخذ خضره بقيمه طبعا زايده. وعندك اللي زايد عنده مولود نفس الحاجه بياخذ خضره. هذه فورمان. شوفوه. نفر يجي مال شادي قديم. أيوة. مال شيكو قديم. قيمه فوق 50 سوي ناقص ان شاء الله. متفق عنده هنا، قلت له مسوي لهم ركزنا فلا نقطع، سوي ناقص برابر، ما في ناقص شوي برابر ان شاء الله. زين، وعنده نفس الحاجه، عنده اللي ما عنده كاش عنده فيزا. تعال دفاع اش خط اصرف عليك توكل على الله. عنده فيزا وعنده كل شيء وعنده الفاتوره كامله، ايش ما اخذ معه ويضمن لك حقك. الفاتوره تنفع كل شخص عشان باقي ما تقول سينجيب. نسال الله التوفيق لنا ولكم بحمد الله. وعنده اسعار، وركزوا على 3 كيلو بريال، وركزوا على الطماط الكيلو متباس، وركزوا على باقي الخضر اللي عنده نفس الحاجه فيها تخفيض. ركزوا على اي شيء ما في محله كله فيه تخفيض ان شاء الله باذن الله. زين تعالوا معي. عنده الحين هذه السح او التمر، اول كان ب 5 ريال و200 بيسه، الحين ب 4 ريال و800 بيسه. ايوه 4 ريال و800 بيسه في اسعار، وبعدك بتاخذ معه ان شاء الله بينقص باذن الله. وعنده ذي الموز كم هذا؟ ريالين 600 7 كيلو. هذه موز هندي بريالين و700. موز هندي هذا في تخفيض؟ في ناقص اوفر؟ ايوه في اوفر مع الاوفر مع الديسكاونت. زين اخواني، فنسال الله توفيق لنا ولكم بحمد الله. طبعا لازم الاعلان اعطيه حقه كامل باللي موجود فيه. طبعا قلنا لكم لمده 4 ايام ومسعر كامل المحل. والله يوفقنا ويوفقكم بحمد الله. الحين بزيدكم الموقع نفس الحاجه مره ثانيه، الموقع واخر شيء بوت لكم الصوره كبشر عليها وتاكد منها. بنك اسحار معروف جنبه. وانت يا من شيشه المها المحل عندك يسار، لائحته كبيره وخضراء، بيع الخضروات والفواكه والتمور. شوفوا مين عالم كان ابدا مقابل الوكالات في قعلان بني ابو علي. تعال من باكر يبدا لمده 4 ايام من باكر. الله يوفقه ويوفقنا وعلى دنيا السلام.